عليكم ورحمة الله وبركاته. Good afternoon dear parents. بقالنا فترة لم نلتقي، معلش انشغال نتيجة لامتحانات الفصل الدراسي الأول. We were very busy، بس الأسبوع ده هنلتقي مرتين، أولهم النهاردة وهي يعني بوليتن مخصصة لحدث كبير وجميل حصل في المدرسة. Excuse me. هو تكريم وشكر للسادة المدرسين عن أدائهم في الفترة المنقضية من العام الدراسي، وتم الشكر بلغة ستارز أو بلغة مستر عدنان كوشك، وكان عن طريق سحب أو قرعة تمت للمدرسين على أدائهم لرحلات عمرة. تم اختيار 10 عاملين في المدرسة من كل الفئات، وأهداهم مستر عدنان ومجلس إدارة المدرسة رحلة عمرة خلال أجازة نصف العام. حابة أبارك لكل اللي فازوا وأشكر مستر عدنان على الهدية الكبيرة الجميلة دي اللي أهداها للعاملين في المدرسة. الحقيقة حابة تشاركونا الفرحة. كان يوم على حد وصف مستر عدنان كان حاسس انه الملائكة بتحف في المكان او موجودة في المكان، لانه عمل خالص لوجه الله، وكل العاملين في المدرسة كانوا في سعادة امبارح. اللي فاز سعيد بفوزه، واللي لم يفز او لم يحالفه الحظ كان سعيد لزميله او لزميلته اللي فاز. وهو ده التيم ورك اللي دايما بتكلم عنه وبقول ان هو من سمات ستارز. بس النهاردة انا مش طالعة لوحدي وما ينفعش اتكلم في الموضوع ده لوحدي، مستر عدنان معايا وعايز يصبح عليكم او يمسي عليكم ويتكلم معاكم شوية. اتفضل مستر عدنان. السلام عليكم ورحمة الله. متشكر مس نهلة على المقدمة، وما اعرفش اقول لك ايه على مجهوداتك الاسبوعية اللي بتنقل فيها الحدث اللي انا بتابعها من خلال تواجدي في السعودية. اما عن حدث امبارح، بامانة شديدة هو مش تكريم للمدرسين بس، هو تكريم لابنائكم، تكريم لكم انتم، انه احنا فعلا حبينا نوجد روح المنافسة بين أعضاء الفريق الواحد. امبارح كان يوم من الأيام العزيزة عندي وحسيت بيها بسعادة تغمرني، والله ما قدرت أتمالك نفسي من ذرفات الدموع، مش لشيء، لفرحة الألفة المتواجدة في الكيان ستارز اللي بفضل الله سبحانه وتعالى وبيكم عملت ستارز وكانت، ويعلم الله ويشهد ما هو إلا المقصود فيه، إعطاء ثبات للمدرسين وحب وولاء وانتماء لهذا الكيان. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يجعلها خالصة لوجهه وترد بالمردود الجيد على أبنائنا الطلبة. والشكر موصول لمسنهلة على استضافتها لي في هذا البوليتين، وأتمنى للجميع التوفيق. حابة برضو أعرف حضراتكم بعض الديتيلز عن الحدث ده أو الاحتفالية اللي حصلت امبارح في مدارس ستارز. هو ما كانش فيه كرايتيريا ولا معايير لاختيار الفائزين برحلة العمرة في أجازة منتصف العام إن شاء الله، هي كانت قرعة بدون أي معايير، يعني تم وضع أسماء العاملين اللي أمضوا أكتر من سنة أو أكتر في المدرسة. حتى الجدد عملنا لهم بوكس من البوكسز، حطينا كل المدرسين الجدد. وزي ما ذكر مستر عدنان، هي في فكر وراء مثل هذه النوعيات من الحوافز اللي بنحاول تبقى موجودة للمدرسين، وهو خلق شعور بالانتماء والاستقرار اللي دايما بقول لحضراتكم انه نفسي يتم في ستارز، لانه من مشكلات المدارس حاليا التيرن اوفر العالي قوي.
فنفسي يحصل حالة من الانتماء والاستقرار للمدرسة، لأنه ده هيرجع بالخير والاستقرار والثبات على مستوى الطلبة التعليمي وعلى أداء المدرسة بشكل عام. إن شاء الله في لقاء تاني هيكون بيننا الأسبوع ده، وهيكون معايا فيه مستر أيمن بدر، هيكلمكم عن ستارز أكاديمي، ستار سبورتس أكاديمي، ودي حاجة وفكرة جميلة ورائعة، وإن شاء الله هتحوز إعجاب الجميع. وهي أكاديمي رياضية بتشمل مجموعة من الرياضات المتنوعة، وليس لطلبة ستارز فقط، للطلبة بشكل عام في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو غيرها. فإن شاء الله مستر أيمن هيكلمكم على ده. قبل ما أشكركم وأنهي حديثي، حابة أقول إن إحنا بندرس فكرة هنبعت لكم تفاصيلها خلال الأسبوع ده، وحتى الطلبة اللي خدوا أجازة أولى وتانية وتالتة ابتدائي هيعرفوا التفاصيل، إنه في أسبوعين Winter Camp Activities في خلال أجازة نصف العام. فكرنا في ده للأمهات العاملة اللي بيبقى عندها مشكلة في إن هي ما عندهاش أجازة وقت أجازة منتصف العام، فهنستضيف الأطفال لغاية من أول KG لغاية 3rd primary، ممكن نمتد لرابعة ابتدائي، وهنعمل لهم أسبوعين من الأنشطة يتخللها course English أو بعض الأنشطة باللغة الإنجليزية، وده بيبقى طلب البيرنتس كلها إنه عايزين تقوية للولاد في الإنجليش أكسترا عن اللي بيحصل في المدرسة. إن شاء الله برضو في اللقاء الجاي مع مستر أيمن هتكون الفكرة تبلورت، وأقدر أقول لحضراتكم الديتيلز بتاعتها كلها. يا رب دايما في أفراح، ويا رب دايما في أحداث سعيدة وفي أنشطة متنوعة. بشكر مستر عدنان على كل حاجة، ومفيش شكر هيوفيه حقه، وبشكر حضراتكم على دعمكم لينا وعلى ترشيحكم لمدارس ستارز لكل من تعرفوهم من أقارب وأصدقاء. كل ما بقابل بارنت في البارنتس انترفيو أقول له عرفت عن المدرسة منين، يقول لي من فلان صديقي هو بارنت في المدرسة وبيشكر فيها جدا. أشكركم على شكركم فينا ولينا، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم وثقتكم بينا. السلام عليكم.